السلام عليكم. معنا النهارده جهاز ياسر ممكن تمد بلغاري. الجهاز ده هو اول فاميلي الهارت، والهارت دي اختصار لكلمه هاردوير ادجاستنج ريزيستنس تيشو تايب. والجهاز ده عندنا 300 وعندنا 400 وعندنا 400 بلس. الجهاز بتاعنا النهارده فاميلي الكنتاميد الهارت دي هي اجهزه بتتعامل مع الاوت بالدور بتاعها مع نوع التيشو. يعني الجهاز مش هيحصل لنا الكربونايزيشن اللي بتحصل في الانسجه او في التيشو بتاعتنا. مفيش كربونايزيشن، مفيش حرق يحصل معانا، فبدال الاستشفاء يبقى اسرع والشغل يبقى اسرع. الجهاز عندنا بيتميز باتنين مايكرو بروسيسور. الجهاز عندنا في وحده كنترول كامله على الاعطال. الجهاز عندنا في الكاتنج مود، في البليند مود، في الكواجوليشن مود، في الفورس سبري مود، ودول للمونوبولر. الجهاز الكاتنج عندنا لحد 300 واط، البليند لحد 180، دول في الكاتنج. الكواجوليشن عندنا 150، الفورس سبري لحد 80، بالاضافه الى اثنين مود، البايبولر كات والبايبولر كواج. والبايبولر كات عندنا لحد 120 واط، والبايبولر كواج لحد 150 واط. هنا الجهاز عندنا ده بيركب الناتشرال بليد بتاعتنا اللي العاديه خالص اللي هي النورمال، وبيركب عندنا اليد المونوبولر العاديه، وممكن اركب اوت بوت للمناظير او شغل الالات الاحاديه او المونوبولر اوت بوت اللي اشتغل عليه في الكاتنج والكواج العادي، وممكن اشتغل عليه البايبولر كات والبايبولر كواج بجفت البايبولر، والمقاس بتاعه ستاندر، والجهاز بيزود معاه كابل وجفت مع الجهاز الاوريجينال، وبيجي معاه الهاند بيس المونوبولر هاند بيس برضو الاوريجينال، بيجي